الظاهره هذه تاع التنمر انا نشوفوها بزاف، وخاصه الاطفال في المدرسه وكاع. نطلبوا من الاولياء التلاميذ، هذا الدور تاع الاولياء، يوصوا اولادهم ويربوا اولادهم على انه الاحترام يدخل فيها الاحترام والاخلاق. احنا مسلمين، تعاملوا مع بعضنا بالاخلاق الحسنه والحميده. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا، قلنا تراحموا توادوا بينكم فاني اتباهى بكم يوم القيامه يا رب العالمين. نطلبوا من الاولياء يربوا اولادهم على هذا الظاهره، انهم يحبوا الاطفال اللي معاهم، وخاصه الاطفال اللي يشوفوا فيهم العيب. احنا بان تنمروا على انسان لازم يكون فيه عيب او يكون فيه مرض او يكون فيه تشوه او يكون فيه اعاقه. يوصوا اولادهم على انه يتعاملوا دينيا واخلاقيا مع هذو الناس، وبالعاميه تاعنا نقولوا يطلعوا لهم المورال. بون، الظاهره هذه اللي رانا نشوفوا فيها تاع التنمر راهي تزداد يوما بعد يوم، وخاصه مع الاطفال. هنا راني داير هنا لي فواتير الكتريك تاع الصغار، زعما راني نشوف يوميا، زعما الصوالح اللي ما ينشافوش. دي فوا طيح في واحد باز صغير مسكين، يكون ماشي شباب ولا ماشي لابس مليح ولا ما عندهمش دراهم. كاين ناس واحد اخرين يكونوا بجانبه اللي الله يبارك ربي يعطيهم، يبقوا يتنمروا عليه. هادو صغار بعد يروحوا للكبار، هادو صغار. الاخ هذه التنمر راها كشغل ظاهره، راها بزاف رانا نشوف فيها. الناس كاين اللي بزاف راها الناس تستهزاء على الغير، كشغل الهضره ولات بزاف في مواقع التواصل، كشغل نظره ثاني واحد ينظر على واحد انسان ما يعرفش يشوف فيه شوفه بشي شابه. هذا التظاهر كما قال لك راها ظاهره كبيره، كاين اللي بزاف يستهزاء بالغير. قلناش هذا التنمر ما يكونش كاع في بلادنا، احنا بلد مسلم. نطلبوا من الله الهدايه للكبار والصغار، وخاصه هذو ان شاء الله الاولياء تاعهم يشوفوا هذه الظاهره الاليمه اللي راه تالم بها الناس، ونشوفوا الناس تبكي في التواصل الاجتماعي وانا راهم يسبوا فيا وانا الله يهدينا لبعضنا بعض ان شاء الله. هذه المرات شي خطره تنمرناها كما قال لك، بصح ماشي بزاف. حاجه هذه ما يبغيهاش، كما قال لك ما تبغيهاش على نفسك ما تبغيهاش على غيرك. هذه يا خويا كما قال لك ثاني، اللي واحد يخاف من ربي باش هاد الصوالح ما كما نقولوا ما يكثرش منهم. خاطره في بوزمان معليش وراك مسامح من عند ربي كما قال لك، لا بغى ربي يسامحك. خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي كاع عندنا فيسبوك وكاع رانا حالين ورانا نشوفوا لي كومونتير ورانا نشوفوا العجب. انسان ما يتنمرش على اخوه ولا اخته باسكو رانا كاع كيف كيف ورانا كاع سواسيه. والانسان كما قال لك إذا زاد شيء عن حده انقلب ضده. هذه دنيا، اليوم عليا غدوة عليك. زدت على خوك وتنمرت عليه تجي نهار وين جرى راه دور تولي انت كيما هكا والناس تنمر عليك. دونك ما يغيدكش الحال والله يهدينا.